إنها ليست مشاهد تم إنتاجها في هوليوود، بل هي مشاهد حقيقية لعاصفة رملية استثنائية عاش تفاصيلها الصعبة سكان العراق ودول الخليج. بدت للناظر وكأنها موجة تسونامي عملاق محملة بأطنان من الأتربة والرمال. حجبت ضوء الشمس عن دول الخليج وحولت النهار إلى ليل حالك في دقائق معدودة. بدأت في ظهيرة يوم الجمعة في 25 من مارس عام 2011 وزحفت سريعا من دولة إلى أخرى مؤثرة بقوة على 10 دول عربية. بدأت بجنوب العراق وانتقلت للكويت والسعودية ومن ثم إلى قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان واليمن، بل واجتازت البحر الأحمر لتصل جيبوتي والصومال، وشملت أيضا 5 مسطحات مائية هي الخليج العربي، البحر الأحمر، خليج عدن، بحر عمان وبحر العرب. وأكثر ما جعل هذه العاصفة مميزة هي الحركة السريعة للعاصفة والتي بلغت 50 كيلومتر في الساعة. مدة تأثيرها كان طويل للغاية وامتد على مدى 4 أيام متتالية. إنها العاصفة الرملية الشهيرة سمكة الراي، فهل تذكر هذه العاصفة؟